الو شباب، معكم محمد. اليوم مقطع من زمان ما رفعت مقطع لهذه القناة، وحبيت أعطيكم خبر بإني رجعت لليوتيوب ولكن في قناة ثانية ومقاطع جديدة في موضوع ثاني مبتعد كليا عن موضوع الألعاب. طبعا آخر مقطع رفعته تقريبا من 3 سنوات وغبار. على كل، لو حاب أنت تتابعني في قناتي الجديدة ومهتم بمواضيع، لو انت طالب متزوج اعزب، تحاول تلاقي وسيلة تجني فيها المال، عندك راس مال وتبغى تدور مشروع او يعني من هذه الامور، فانا اتكلم عن موضوع اللي هو البيتكوين والايثيريوم والتعدين الرقمي بشكل عام والافضل مواقع. وهذه قناتي، بحط رابطها في الديسكريبشن تحت، فلو حابب تشترك مع عندي في القناة حياك الله. لو ما عندك أي نية برضو حياك الله، زي ما تبغى على راحتك. حبيت بس أنوه لموضوع بسيط، لو حاب تشترك في قناتي حياك الله، وأتمنى تستفيد. أتكلم عن تقنية البلوك تشين، بيتكوين والإيثيريوم وآخر الأخبار. وزي ما تشوفون هنا رافع تقريبا حوالي أكثر من مقطع، رافع تقريبا حوالي 11 مقطع، فكل يومين ارفع مقاطع. عندي ما صار لي زمان بادي في القناه تقريبا 20 يوم، فلو حابب تشترك عندي في القناه حياك الله. واسف على التاخير وعلى الغيبه 3 سنوات، ولكن ظروف وتعدي ان شاء الله. على كل، هذا اللي كان عندي اليوم. انا ما عاد ارفع القناه هذه اي مقطع، كل مقاطع حتكون مختصه في البلوك تشين والبيتكوين وجني الارباح وافضل مواقع للاستثمار عن تجربه. هذا اللي كان عندي اليوم، ويسعد مساكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.